في قناة المجلس لعرض هذا النشاط المهم جدا في إعداد خطة التنمية السنوية 18-19. طبعا ولله الحمد والمنة شهدت الخطة السنوية 16-17 وهذه الخطة السابقة 16-15 انخفاض ملحوظ بعدد المشاريع المتعثرة، وذلك عبر التزام الجهات نتيجة للمتابعة الحثيثة لمشاريع الخطة. نعم. ومحاولة الأمانة العامة في التنسيق مع العديد من الجهات الرقابية والجهات الخاصة مثل مجلس بلدي وبلدية الكويت وما إلى ذلك من الجهات لفك الكثير من العراقيل، مما تسبب في انخفاض واضح وملحوظ في عدد المشاريع المتعثرة. كما أود أن أشيد بجهود الكثير من الجهات المتعاونة في دولة الكويت على إنجاز مشاريع خطة التنمية ومتابعتها لتقارير المتابعة. نعم دكتور خالد، يعني اليوم بدأت الاجتماعات التنسيقية بين الجهات الحكومية تحضيرا لخطة التنمية المقبلة. السؤال هنا يعني فيما تكمن أهمية هذه النوعية من الاجتماعات والتي تعد الأولى من نوعها في هذا الصدد؟ والله صراحة احنا نقوم بالكثير من الاجتماعات التنسيقية قبل الخطة، قبل تحضير الخطة، ولكن هذه الاجتماعات جديدة من نوعها مثل ما تكرمت لعدة أسباب: لاستيضاح المعايير الأساسية في انتقاء وفلترة المشاريع المقدمة لنا في الأمانة العامة، مما يليق بالخطة الإنمائية وركائز الخطة الإنمائية والاستراتيجية العامة للدولة. نعم. الدولة الآن في سبيلها إلى تحقيق رؤية صاحب السمو في 2035، تحوي الكويت إلى مركز مالي وتجاري وبيئة مشجعة للاستثمار، ويكون القطاع الخاص قائدا لهذه التنمية. بدأت الأمور تتضح أكثر شيئا فشيء بأن ممكنات الاقتصاد الكويتي تكون في ظل برنامج التخصيص وفي برنامج الشراكة بين القطاعين وبرنامج تشجيع الاستثمار المباشر والبرامج المتخصصة في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولهذا فإحنا ندعو جميع الجهات الحكومية أن تحط في بالها وأن ترتكز في إعداد مشاريعها في أن تكون ممكنة لهذا الدور المهم في تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد والتركيز على القطاع الخاص وتفعيل دوره. نعم، وضحت الصورة. الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، شكرا جزيلا لك.